رجعنا لكم مرة تانية وبنجدد التحية لحضراتكم. لا صوت يعلو فوق صوت الحوار الوطني ولا حديث إلا عنه، خاصة بعد أن شهدت جلساته مشاركة واسعة من كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. جموع الشعب المصري العظيم بلا استثناء تعول على هذا الحوار التاريخي والغير مسبوق، واللي بنعتبره فرصة ذهبية حقيقية لابد من اغتنامها للنهوض بمصرنا الغالية. تفاصيل كتيرة عن الحوار الوطني هنناقشها مع ضيف اللي مشرفني في مصر كل يوم، معالي النائب علاء طحون عضو مجلس الشيوخ. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بيك يا باشا. حضرتك منورنا يا فندم. انت اللي منور. كل سنه وحضرتك طيب. لو الصحة والسلامة. ربنا يخليك. لو اتكلمنا عن الحوار الوطني، يعني كيف ترى التوقيت الذي جاء فيه الحوار الوطني فندم؟ والله طبعا الحوار الوطني ده توقيته كان المفروض يكون من فترة، ولكن طبعا كل شيء له لزوم الشيء. نعم. طبعا الفترة اللي اتعملت فيه دي فترة برضك ان عشان يبين مدى أهمية هذا الحوار في الشارع المصري. نعم فندم. وكان لامم كل الطوائف من القوى من الشارع ومن الناحية السياسية ومن الناحية الزراعية ومن الناحية الصناعية وجميع ما هو يخص الشعب المصري. نعم فندم. وطبعا كان كل واحد بيتكلم بحرية، ودي طبعا كانت مفاجأة بالنسبة للي كانوا في المؤتمر. نعم. المحور الوطني. نعم يا فندم. لأن قال اللي عنده كله بدون ما يعني يخلي كلمة كده ولا كده، لا كان بيتكلم بطبيعته وكان بيدي رأيه اللي هو للصالح العام. نعم فندم. وكان لازم مفروض إن كل واحد يحس إن الإنسان ما بيشتغلش لنفسه. نعم. لازم يكون بيدافع عن فئة معينة من اللي هو فيها، يعني كان المهندس بيدافع عن الفئة بتاعته مهندسين، الزراعة بيدافع عن الفلاحين والمزارعين، التجارة بتخص رأس المال وإدارة المصانع وإزاي تحقق أرباح وإزاي نحل الأزمة اللي عندنا دلوقتي بتاعة العمالة اللي هي زادت في الفترة دي بالذات، حلها إيه. الصناعة طبعا كان كل بيتكلم على الصناعات الصغيرة والصناعات الكبيرة، وكان الاهتمام بالصناعات الصغيرة أكتر لأن دي تخلق فرصة عمل للشباب. نعم فندم. ودي النهاردة اتجاه سيادة الرئيس على مشاركة الصناعات الصغيرة في المجتمع حاليا. نعم فندم. طب حضرتك شفت ازاي المشاركة الكبيرة من كافة القوى السياسية والنقابات والمجتمع المدني في هذا الحوار؟ هنتكلم مثلا على الناحية الزراعية. تمام. في الحوار الوطني. نعم. طبعا كل واحد اللي هم اتكلم على الناحية الزراعية على ان احنا هنا في مصر تعتبر بلد زراعية من قديم الزمن. نعم. ولكن بنيجي بنقول ان الزراعة فيها قصور. نعم فندم. وازاي نعالج القصور، وفعلا حطوا الحل لعملية الزراعة. كمثال النهاردة مثلا أي زراعة النهاردة مكلفة، والفلاح النهاردة بقى طاقته يعني وصل للذروة، فإزاي إن أنا أخليه يرجع تاني يهتم بالأرض وبالزراعة والحاجات دي كلها. فكانوا مستلزمات الإنتاج كل واحد اتكلم في مستلزمات الإنتاج اللي ترجع تاني إن إيه يبقى العائد للفلاح يقدر يكمل ويقدر يبقى في حياة وعيشة كريمة. أكيد. ده بالنسبة للإنتاج الزراعي. طبعا. وزيادة الإنتاجية طبعا لما نشوف إحنا احتياجات إيه المزارع هيزيد طبعا الإنتاجية طبقا لل طبعا، لأن أنا النهاردة العالم كله سبقنا في زيادة الإنتاج. لأن مثلا النهاردة الفدان اللي عندي كان بيدي 15 طن، بره بيدي 30 طن وبيدي 35 و40 طن. نعم. طب انا ايه القصور اللي عندي؟ واحد اتنين تلاتة القصور. اللي شارك بقى من السادة من الجانب الوزير من الجانب هنا من وزارة الزراعة بدأوا يحللوا الكلام ده ويعرفوا ان التربة بتاعتنا من كتر الزراعة بصفة مستدامة اللي ما عنديش اللي هو. نعم. العروة اللي اقدر ان انا احددها ده يتزرع ايه وده يتزرع ايه وده يتزرع ايه زي ما كان في السابع. كان. نعم. كل حاجة لها معاد ولها وقت تزرع فيها، فكانت الارض بتبقى بتاخد راحتها وتدي انتاج. نعم. احنا النهارده الامور اختلفت،
يعني بيقلع بيشيل محصول بيحط محصول، يشيل محصول يحط محصول، ودي بتدي طبعا للارض ما بتقدرش ان هي تدي زي ما كانت بتدي الاول. نعم. مع التكلفه العاليه لا ما تبقى فيها خساره. نعم. فدي كان دور وزاره الزراعه في توضيح الانتاجيه الفعاله. بنيجي برضك تتكلموا عن الزراعه في المناطق الصحراويه مثلا، ومثلا وبتدي انتاجيه كويسه، لان انت النهارده ما تيجي تشوف المناطق الصحراويه طبعا لولا النهارده المراحل، لولا ان المناطق الصحراويه واللي اتعمل في ميدان التحرير والقرى اللي عملت والاستصلاح اللي حصل الوادي الجديد والواحات كل ده كله عمل طفره في السوق، والحمد لله كل الدول حصل فيها ازمات اقتصاديه، احنا ما حصلش عندنا الازمه الاقتصاديه وكل العالم تاثر بيها، احنا الحمد لله عدينا منها. ليه؟ لان عندنا الاحتياطي بتاعنا وعندنا كل حاجه موجوده والزراعه مستمره، وكانت الاسعار كمان في متناول الجميع. مش هندور على الفتره الحاليه دلوقتي لان كل مرحله ولها وقتها. نعم. لان طبعا المرحله اللي فاتت طبعا دخلت على موضوع كورونا وجت على العالم كله. قصدي حضرتك ان في ازمات متعاقبه طبعا، يعني ما انا بجيبها لك من الاول. ايوه فندم. وطبعا الصناعه كلها وقفت في الدول الصناعيه الكبرى طبعا، ما فطبعا عملت ركود اقتصادي والدنيا وقفت. هنا في مصر كانت الامور عندنا ماشيه والحمد لله، وما كانش فيه تاثر باي حاجه. خلصت كورونا والحمد لله بدا كله يشتغل تاني، ولكن طبعا كان بيضاعف والسعر بدا عنده يرفع عشان يعوض المرحله اللي فاتت. جينا دخلنا على الحرب اللي دارت ما بين اوكرانيا وما بين روسيا، ودي من اصعب الحروب لانها مسكت دولتين اتنين كل السلع الغذائيه اللي على مستوى العالم المهمه هم بيزرعوها. 40% من الحبوب اللي بيزرعوها كلها بتيجي من الدولتين دول. نعم. فدي عملت تاثير كبير على السوق العالمي. نعم. واثرت طبعا هنا على السوق عندنا. وطبعا في حاجات طبعا اترفعت، وفي حاجات طبعا ما زالت لسه موجوده لانها انتاجها زي الفاكهه. انتاج الفاكهه هنا مثلا عندنا عالي وكويس الحمد لله موجوده، فتلاقي سعر الفاكهه الوحيد اللي عندنا في متناول اي واحد. نعم. موجود الفاكهه بجميع مراحلها. نيجي على مثلا النهارده قرار السيد رئيس الجمهوريه لما قال ان شاء الله 2024 هنبقى عندنا الاكتفاء الذاتي في القمح. الحقيقه انا كنت في توشكا وفي شرق العينات بشوف القمح ومدى انتاجيته والمحاصيل اللي موجوده. نعم. دي حقيقه فعلا احنا انبهرنا بموضوع الزراعه، لان نعم. طبعا انت عارف توشكا بدرجه حرارتها العاليه جدا وناس قاعده وبتشتغل، وبسم الله ما شاء الله المحصول كويس جدا، ومش بس قمح بقى، لا ده المليون فدان فعلا زي ما قال مع سياده الرئيس، لا فعلا مليون فدان دول هيعملوا طفره زراعيه ما حصلتش في مصر. نعم يا فندم. طيب حضرتك يا فندم، يعني الجميع بيعول على نجاح الحوار الوطني بخروج توصيات تصب طبعا في مصلحه مصر، كيف ترى هذا؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لان جميع الطوائف مشتركه، فانت هتقول اللي هو الحاجه المهمه هتقولها، والتاني هيقول الحاجه المهمه، هيطلع بتوصيات. نعم. التوصيات دي هتتعرض على اللجنه العامه، واللجنه العامه هتطلع للسيد رئيس الجمهوريه وياخد قرار. نعم فندم. ايه اللي هيتعمل وايه المرحله اللي جايه هيتعمل فيها ولسه ما خلصش. حضرتك طبعا انت متابع كويس طبعا الحوار الوطني طبعا. فلسه في لسه مستمر، يمكن ياخد له كمان لغايه الشهر الجاي ان شاء الله، لان كل مرحله بيحصل فيها تطور جديد. نعم. فلازم التوصيات دي هتتاخد كلها وتتبرر تاني في لجنه على مستوى اعلى، وبعدها تطلع بها القرارات هتروح للسيد رئيس الجمهوريه ياخد فيها القرار النهائي لمصلحه الشعب بتاعه. طبعا يا فندم. حضرتك احنا شفنا جديه تامه جدا من كل المشاركين في الحوار الوطني يا فندم لانجاحه طبعا. طبعا. كل المشاركين في الحوار ايضا ليس لهم اي مصلحه شخصيه، ازاي رايت الموضوع ده يا فندم؟ اولا طبعا وبدايه طبعا هم اهم حاجه حب الوطن، حب يعني البلد. نعم. ما هو انا رايح ليه؟ عشان انا بحب بلدي وعايزها تبقى احسن من اي دوله، والحل معايا، فانا لازم اروح مش لمصلحه خاصه ليا. يعني حتى في مواضيع كانت كله بيعتمد
على مصالح خاصه مش مصالح عامه، دي استبعدوها كلها. نعم. ولحضرتك طبعا انت لاحظتها وهم قاعدين على النظام الانتخابي والحاجات دي كلها، فطبعا دي ما اتخذش بالمبدا الخاص. نعم. بل اجل بالعكس خد المبدا العام. نعم فندم. طبعا بالنسبه لبقيه الحاجات الثانيه كل واحد كان بيتكلم فعلا من قلبه ولمصلحه حب الوطن بلد ومصلحه الوطن والمصلحه كمان الاهم، ازاي ان عندي العماله اللي هي النهارده في مصر وما بتشتغلش، ازاي ان احنا نستفيد بالعماله دي، وعملوا لها مشروعات او ان هم يشاركوا بمصنوع بصناعات في المجتمع. نعم. اللي منها زي ما قلنا في اول حديثي الصناعات الصغيره. طيب الحوار الوطني كمان يا فندم رد على كل المشككين واهل الشهر اللي بيقولوا مصر ما فيهاش حريه ولا ديمقراطيه، بل اخرس كمان السنتهم، كيف ترى ذلك؟ لا فعلا طبعا انت مصر دلوقتي بتهاجم بشكل فوق الوصف. نعم بسبب النجاح، واي واحد ناجح بيتهاجم، دي قاعده، واللي يقول غير كده بقى يبقى يعني، لان انا النهارده شايف مصر طالعه لقدام مش راجعه لورا. تمام. لا ده طلع لقدام وكل مرحله بتطلع اكتر واكتر. تمام. فعشان كده كل واحد يبدا يخش على السوشيال ميديا تلاقي بيهاجم مصر ويقول لك مصر ده كلام فوق، ما تصدقوش الكلام دوت، ده حاجات مرسومه، ده حاجات كذا. لا اللي يشوف بعينه لا دي حقيقه، ان كل واحد فعلا بيدافع عن البلد دي وعايزها تبقى احسن بلد ان شاء الله، ويطلع بنتيجه صح. نعم. الحوار الوطني يا فندم هو البدايه الحقيقيه لرسم الجمهوريه الجديده اللي طبعا بيتشنها طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ونسعى اليها جميعا. هل فعلا يا فندم هو البدايه الحقيقيه لرسم الجمهوريه الجديده؟ طبعا لان طبعا عشان الجمهوريه الجديده وحضرتك شايف دلوقتي العاصمه الاداريه. الرئيس بدا فيها وعمل فيها توسع في كل المصالح، وبدا حتى اللي هيشتغلوا فيها ما فيش اي واحد راح العاصمه الاداريه. ده بدا خدته اللي هم لهم ميزه وامنيا وكل حاجه عشان يعمل الجمهوريه الجديده. نعم. بدون اي عوائق وبدون شوائب، وما يقولش ان واحد زي ما كان بيقولوا الاول بيدفع رشوه بيدفع كذا بيعمل كذا. لا عمل نظام فعلا ربنا وفقه فيه، اللي كل حاجه هتمشي من شباك واحد بالرقم الموحد بالحاجات دي كلها، ودي طبعا بدايه صحيحه للجمهوريه الجديده. طب يا فندم يعني برضو حضرتك زي ما اتكلمت عن ملف الزراعه وماذا حدث يعني في الحوار الوطني عن ملف الزراعه، برضو عايزين نتكلم برضو عن ملف الصناعه، برضو ان تعتبر دي من ملفات الحيويه المهمه جدا، يعني ازاي نحقق كمان نهضه حقيقيه من هذا الملف، وايه اللي ممكن نضيفه من مقترحات للارتقاء بهذه المهنة الصناعة؟ هو فعلا الصناعة برضك كان حاضر مجموعة كبيرة جدا من أصحاب المصانع والرأسمالية والحاجات دي كلها، وكانوا موجودين بعض معظم الدكاترة واللي هم في هذا المجال. نعم. وتكلموا في اللي هم بيقابلهم والعقوبات اللي هي بتقابلهم في إدارة مصانعهم، واتخذ بقى بعض الاراء، زي مثلا ان احنا بيبقى تخفيض الوقود اللي هو الغاز. نعم. يعني طبعا ده بقى النهارده سعره اعلى، فانا لما اجي بيأثر معايا في الانتاج، فبضطر ان انا ارفع السلعه بتاعتي، فده طبعا بتبقى غير مواكبه في السوق. نعم. بيتكلم برضك في عمليه ان هو الاستيراد للتصدير، طبعا هو بيصدر وبتيجي حصيله الدولار، ولكن لما يجي هو يستورد من بره كان في بعض المشاكل كتير، فالرئيس اجتمع وعمل لجنه لحل هذه المستثمر بحل كل المشاكل بتاعته، وفعلا اللجنه بدات تشتغل وبقى كل حاجه مباشره مع السيد رئيس الجمهوريه ويحلوا مشاكل الصناعه. حضرتك يا فندم في دول كتيرة جدا يا فندم بدأت بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وديت قومت اقتصاديات طبعا دول كبيرة. هل حضرتك برضو فتحتوا الملف ده في الحوار الوطني يا فندم؟ هو اللي متبني الموضوع السيد رئيس الجمهورية. نعم. ودايما في كل خطاب وفي كل اي افتتاح اي حاجة يتكلم عن الصناعات الصغيرة.
نعم. لان فعلا زي ما حضرتك انت قلت الصناعات الصغيره لما بتبدا صح وفي يعني مثلا هديك مثال تايوان كانت ايه؟ ومش بقول لك من زي عندنا من 5000 سنه ده ما كملتش 200 سنه والنهارده قلعه صناعيه من ايه؟ من الصناعات الصغيره عندنا اللي بتمثلها دمياط دمياط النهارده ما تلاقيش واحد ما بيشتغلش لانها قلعه صناعيه موجوده وصناعات صغيره بكلها مكمله في الاخر للشكل العام للاساس وتلاقي ان ما عندوش واحد قاعد ما بيشتغلش وحتى الرئيس كمان ادها عمل فيها تعديل وتطورات ما حصلتش في دمياط من المدينه اللي بتاعت الاساس وتطوير صناعه الاساس في مصر والمباني اللي اتعملت لكل شاب وكل من هو موجود في دمياط ودي بيدل فعلا ان الصناعات الصغيره هي اللي بترفع الدوله دايما لو نجحت بترفعها في القيمه الصناعيه بتاعتها. طب حاليا يا فندم ما نعممش يا فندم تجربه دمياط ديت على كل محافظات مصر. هقول لحضرتك حاجه مش كل محافظات مصر فيها مش هنقول كل المحافظات جزء من المحافظات جزء من المحافظات يعني احنا بنيجي هديك حاجه بسيطه جدا. احنا مثلا في محافظه المنوفيه في عندنا صناعه اسمها صناعه السجاد اليدوي. طبعا مشهوره بيها جدا محافظة. مشهوره بها محافظه لا بلاد معينه اللي مشهوره بيها. نعم. النهارده مع غلو الاسعار اللي هي المواد الخام ما تيجي تطلعها تطلع سجاده او تطلع طابلو او تطلع سجاده للصلاه او اللي هي المنتجات اساسا بتلاقيها النهارده غاليه لان الحاجه كلها بتاعتها بقت غاليه مستلزمات غاليه مستلزمات غاليه ما بقدرش ان انا مثلا ما فيش التوفير ان انا استورد من بره فانا النهارده لو احنا في مستورد والعمليه كده بيستورد ليه الخامه لا ما انا ضارب ده بيجوا من الخارج ياخدوه بياخدوا السجاد ده من هنا من مصر وبيتعمل معارض في بره في الخارج بيبقى عليه تهافت فوق حضرتك متصوره ويعمل كونتراته مع اللي موجودين ان هو يعمل له ويورد له فبتدخل عمله صعبه بس عايزه يعني ايه فيها الايد اللي تمدلها عشان تاخد بيها عندنا مثلا صناعه الصدف في المنوفيه بس طبعا مش المصانع اللي هي الكبيره اللي تقدر تواكب ده بيبقى مثلا زي مجمع بسيط كده هانجر وبيشتغل معاه كم عامل وبيشتغل بايده برضك والايه وبعض المكن البسيط جدا وصناعه متطوره جدا عندنا وعندنا برضو التمور برضو يا فندم يعني في وادي الجديد انا لسه ما اتكلمتش في التمور اتفضل يا فندم ده اللي جاي بقى تبشر بالخير بقى اتفضل يا فندم انت بنتكلم بس ان انت على سؤالك ان احنا ليه الصناعه ما بتطلع و ليه ما بنعممش في المحافظات بنعممها في المحافظات فضل. فانا بديك المثل ان زي محافظه المنوفيه فانت بتقول ان لا وفي محافظه مثلا سوهاج اللي هي الحرير اللي كانت من ضد الاز وكانت بتنزل الحرير هنا في مصر وتصدر منه كل الحاجات دي قلت لان ما فيش النهارده تربيه الحرير الدودي النهارده اللي هو بيطلع منه الحرير ما عادش زي الاول كان الاول منتشر وموجود فالمصانع كانت قايمه على كده دلوقتي حرير صناعي ما فيش النهارده بقى بدات الصناعه تنتشر حياتي. يعني في مصانع النهارده بتتعمل اللي هي الاستخراج الزيت بقى لما الدنيا بقى غليت والزيت بقى من بره الطن بقى النهارده ب 9000 جنيه وب 7000 جنيه بدانا نزرع فول الصويا وعباد الشمس نعم. واتعملت مصانع عشان استخرج الزيت دوت ويبقى هنا انتاج محلي مفيش منه تصدير اللي طبعا لان انت كل ما يبقى الانتاج عندك متوفر كل ما السعر هينزل ودي طبعا سياسه السيد رئيس الجمهوريه طبعا الناس فاهمه ان بتدوس على الزرار على طول بيبقى بكره بعده لا يعني دي هتاخد لها فتره وبعد كده هتلاقي الدنيا بدات ان شاء الله تبقى مفتوحه وتبقى فعلا نحس ان احنا بقينا نملك قوتنا اللي حضرتك بتقوله ده يا فندم يعني دي تعتبر افكار للخروج طبعا بمخرجات ايجابيه تخلينا نتخطى كمان الازمه الاقتصاديه العالميه. ده حقيقي فعلا يا فندم. ده طبعا ليه هو انا النهارده لما اجي اقول انا بقى عندي اكتفاء ذاتي في القمح مثلا طب ما انا عديت الازمه الاقتصاديه نعم. ليه انا معايا اكلي فبقى النهارده ايه قوه الدوله في ايه؟ وتبقى النهارده تتحدى اللي انت النهارده معاك اكلك
عندي النهارده مثلا في صناعات بتضارع مثلا الدول المتقدمه، لما تبقى هنا موجوده يبقى انا برضك انا لا، يبقى انت تقدمت وطلعت وتضارع بيها. نعم. انت قلت حاجه، التمور. التمور نرجع للتمور. اتفضل يا فندم. من ضمن الفتوشكا اكبر مزرعه تمور على العالم موجوده في العالم كله. في العالم كله اكبر مزرعه تمور في العالم في فتوشكا، 1,250,000 شجره بلح، منهم 500 نوع مختلف. يعني من مصر كمان رقم واحد في انتاج التمور يا فندم. ما انا بقول لحضرتك هو النهارده لا، المزرعه اللي موجوده دي اكبر مزرعه تمور في العالم. نعم. فدي طبعا تطور في صناعه التمور، وبيتعمل لها مصنع للتعبئه والتغليف وكل حاجه. نعم. والفرز اللي انت عارف طبعا الفاكهه بالذات او الحاجات اللي زي دي او الموالح بتبقى عباره عن خط سير، وبيفرز دي من دي عشان تنزل على الصندوق، تبقى مفيش واحده كبيره واحده صغيره، ودي دايما السوق يقول لك الحاجه تبقى شكلها حلو عشان يقبل الحاجه بتاعتك، ويقول لك هو اهم من الشغل ظبط الشغل يعني زي ما بيقولوا كده. ولو يقول ايه لا احلى حاجه البرتقال بتاع مصر، ده حقيقة. يعني لما تيجي تسافر في اي دوله يقول لك احلى حاجه هناك البرتقال بتاع مصر. ما هو دي احنا رقم واحد في التصدير. في التصدير في الموالح. الموالح كلها، لان كانت كل دول روسيا والدول الفراوله كمان والحاجات دي كلها، الفراوله الدول العربيه بتاخدها لغايه النهارده. والبطاطس. البطاطس مش قوي، مش كلها يعني. في مواسم. والبصل. البصل البصل بمناسبه البصل. البصل النهارده من اصبح عندنا من المحاصيل اللي هي مطلوبه، بس للاسف عامل اثر في السوق، لان النهارده لما يوصل كيلو البصل ب 20 جنيه والمحصول مش اللي هو عشان يتصدر، يعني مش الكافي يكفي الانتاج المحلي. نعم اتفضل. فهنا كان الاول كان بيقول لك لما يبقى المحصول مش مكفي بوقف تصدير السنه دي عشان ما يحصلش ازمه في البصل ويوصل لاسعار خياليه. فانا كده المفروض ان برضك بمناسبه في هذا الموضوع انا يعني بطالب ان يبصوا لمحصول البصل السنه دي، لان هيحصل لو تصدر البصل هيوصل لسعر هيجيب 40 جنيه و50 جنيه حاليا. لو تصدر. لو تصدر. لو وقفوا التصدير السنه دي لا، هيبقى يرجع تاني ب 8 جنيه وب 6 جنيه والكلام ده كله. نعم. وانت عارف ان البصل محصول اساسي للبيت ده في كل الاكل. كل الأكل. كله. ما فيش مجال فيه. ايوه ده حقيقه فعلا. يعني انت فتحت في حته فبقى الواحد يعني اللي يقوله عشان برضك ما لازم. ما دي نصايح برضك يا فندم احنا بنوجهها. لازم برضك ان انا ايه يعني اوضحها لحضرتك يعني. تمام. طب احنا لو رحنا يا فندم بقى لقانون المحليات من الموضوعات اللي بتحظى باهتمام كبير جدا في الحوار الوطني، يعني شايف اهميته ومتى سيخرج القانون الى النور؟ لا هو حضرتك القانون المحليات شويه على ما يطلع، لان طبعا مش هيطلع قانون المحليات الا اذا كان مستوفي ويتماشى مع هنا في مصر عندنا. ما انت عارف حضرتك ان احنا مشاكلنا كلها في المحليات. ما هي المشاكل في المحليات، بس انا برضك عشان اعمل قانون لازم اعمله قانون كويس وقانون صح. فهو هيتأجل يعني ان شاء الله للصيغة اللي هي تمشي وتتماشى مع عندنا هنا في مصر. انت عارف يا فندم ان قانون الاداره المحليه يا فندم في البرلمان اللي فات، يعني موجود في البرلمان اللي فات بقاله بتاع 5-6 سنين يعني، كل ده لسه ما خرجش للنور. هو يعني هو هو حضرتك كان طلع جنه عشان بس للاسف ما يمشيش هنا مع مصر، يعني كان اتعرض ان احنا نشوفه. طب ايه المعوقات يا فندم اللي هو يخرج للنور يعني؟ مفيش معوقات. احنا طب امال ايه سبب عدم خروجه؟ عايزين نعمل قانون يعني فعلا يبقى انت نجحت، يبقى عندك محليات صح، لان المحليات دي مهمه جدا. والمحليات سلطه من سلطات الخمسه زي مجلس النواب وزي مجلس الشيوخ، لانها بتشيل عبء كبير جدا من مجلس النواب، من اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ، لانها بتعتبر العمود الفقري لاي نايب. طب هو متوقع فندم يخرج امتى ان شاء الله؟ يعني باذن الله ممكن على نهايه الدورات. على نهايه الدورات ان شاء الله. طب ايه ابرز الاجابات لو خرج باذن الله القانون للنور يعني؟ لا ان شاء الله هيبقى يعني احسن من اللي فات، لان طبعا هيدي سلطه وان انت تطلب اللي انت حقك، وهيبقى لمركزيه فيه، ودي اول مره تتعمل في المحليه.
طب يا فندم، حضرتك يا فندم يعني حضرتك شايف ازاي دور المحليات في تخريج كوادر شبابيه جديده وقياديه كمان؟ طبعا. يعني احنا ما شفناش انتخابات محليات بقالنا كتير. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا اساسا يعني من ناحيه انا اتربيت في بيت سياسي. نعم فندم. اتربيت في بيت سياسي. نعم فندم. وكانت المحليات هي اللي بتفرز النايب. نعم فندم. يعني ليه؟ لان بيشتغل القريه، محلاتك بتبدا من القريه للمدينه للمركز للمدينه، ثلاث حالات بايه بيومها. فانت طبعا بتبقى عشان تبقى سياسه يعني بتعلمك السياسه وازاي تبقى نايب وازاي تطالب بحقوق الاخرين. نعم فضل. فهي فعلا لا هي كليه مش مدرسه، دي حقيقه. هي يعني المحليات كليه تخرج النائب الصح. نعم. وتعمل شخصيه للي موجود ان هو يعرف يتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده، لان انت عارف طبعا احنا دخلنا في مجتمع جديد وبقت النهارده كل حاجه ما بتستخباش. دقيقه. فاحنا ما كنتش انت طالع متاسس صح وعارف ده ايه وده ايه وده ايه، يبقى ما ينفعش. طيب برضه يا فندم، برضه القطاع الخاص كان ليه دور هام جدا في بناء الجمهوريه الجديده، حضرتك كنت شايفينه ازاي يا فندم في الحوار الوطني؟ والله هو طبعا ده ليه دور كبير جدا ودور مهم طبعا. يا باشا النهارده اما نيجي نشوف العاصمه الاداريه الجديده اتعملت ازاي، الصناعه طبعا يعني دورها في ان هي بدات تعمل الحاجات اللي هي مثلا اساسي في بناء العاصمه الاداريه زي الحديد وزي المسطحات الواح المسطحه الواح المسطحه يا فندم. ايوه الحاجات دي كلها، دي طبعا كانت مشاركه من القطاع الصناعي في تاسيس العاصمه الاداريه. نعم. وده دور كان دور فعال طبعا، ووقفوا وقفه كانت يعني في ظهرهم في اي حاجه كانوا يحتاجوها. نعم. ده وكانت مشاركه فعلا تشرف يعني. وفي قمه الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيطالب كمان بمشاركه القطاع الخاص، ودور كبير جدا بيقدمه كمان القطاع الخاص كمان في نمو الاقتصاد المصري. طبعا، لان هو انت الاقتصاد قائم على ايه؟ زراعه وصناعه. نعم. واحنا درسنا في التاريخ وتجاره برضه. لا بس يعني التجاره دي لوحدها، لا احنا درسنا بلد زراعيه بلد صناعيه. نعم فندم. لان الزراعه بتولد الصناعه. نعم فندم. مع التقدم والحاجات دي دخلنا بقى في حاجات تانية، بترول ودخلنا في ذهب ودخلنا في تخار ودخلنا، دي كلها طبعا عوامل اساسيه. نعم. ولازم تكون لها دور كبير قوي في المجتمع، ولازم تكون طبعا لها تاثير على بناء الجمهوريه الجديده. نعم. طيب يا فندم اخر حاجه يا فندم، لو اتكلمنا عن الاستثمار كمان، يعني بتعتبر من المواضيع المهمه جدا في الحوار الوطني يعني، وتم تقديم كمان العديد من التوصيات والمقترحات، من وجهه نظر حضرتك كيف نجذب الاستثمارات بشكل اكبر؟ هو طبعا انا قلت لك في الاول ان السيد رئيس الجمهوريه عمل لجنه من الاستثمار، وطبعا اداهم تعليمات يعني لصالح المستثمر نفسه. نعم فندم. وقال لهم طبعا الحاجات دي تتطرح معايا، واللي حصل غير ما انا بقوله هيبقى فيه محاسبه. لان طبعا انت عارف المستثمر بيقول لك انا هروح مصر هستثمر في ايه؟ ده ضرايب، ده ما فيش امتيازات، ده ما فيش كذا، لان بتحارب من بره. نعم فندم. فانا النهارده لازم الاكذوبه اللي بتحصل دي ان انا لازم يعني امحيها خالص، وابدا النهارده ان المستثمر يجي يتقابل مقابله كويسه، يخش يخلص ورقه، يبقى ما بياخدش ربع ساعة نص ساعة. نعم. يطلع ياخد التسريح بتاعه، يبدأ يشوف الأرض اللي هو هياخدها، سواء الأسعار وبتاع دي طبعا مش هنتدخل فيها، لأن كل حاجة حسب المناطق اللي هو بياخد فيها. نعم فعلا. هنا يحس إنه فعلا داخل على الأمان، مش أول ما يجي يقعدوا بقى لا عد الشباك ده، عد الشباك اللي بعده، عد كذا شوف كذا، يقول لك لا على إيه، أول طيارة وروح طار وأرجع بلدي. لا صح. هناك أقول لك طب ما أروح دبي، ما تشوف دبي النهارده. نعم. تقول له تعالى وخد ما فيش ضرائب لمده مثلا 5 سنين 10 سنين واشتغل واعمل واعمل واعمل. نعم. النهارده احنا واخدين الاتجاه دوت ان شاء الله بإذن والتعليمات اللي الرئيس سياده الرئيس قالها لبتوع الاستثمار لازم تبقى خطوات يعني سريعه جدا وسريعه جدا. نعم فعلا. ده فعلا وده ان شاء الله اللي انت هتشوفه
في المرحله الجايه بقى باذن الله، ان في مصر ترجع تاني المستثمر عليها هنا في مصر، ونتمنى كمان ان السياحه الاخرى تكون نفس الخطوه باذن الله. سياده النائب طبعا علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ، حضرتك نورتنا وشرفتنا وشكرا جزيلا لحضرتك فندم. يا حبيبي ربنا يخليك، شكرا جزيلا. اعزائنا المشاهدين بكده خلصت حلقتنا النهارده، شكرا جزيلا لحسن المتابعه وتحياتي لحضراتكم، واشوف دايما حضراتكم على خير.